بهمة عالية وبالاعتماد على أنفسهم، تمكن عدد من الشبان السوريين المكفوفين في إدلب من إقامة معرض خاص بالأشغال اليدوية بدعم من بعض المنظمات الأهلية بحسب ما رصدته وكالة الأناضول. المزيد في هذا التقرير. لا يأس مع الحياة مهما بلغت العقبات والتحديات، مقولة آمن بها شبان سوريون في محافظة إدلب لم تمنعهم الإعاقة من الاندماج في مجتمعهم وتحقيق مرادهم. معرض للأشغال اليدوية للمكفوفين قدموا خلاله منتجاتهم المصنوعة من القش والخيزران كالسلال والأطباق والأباريق والصواني. دربت على مهنة القش أو الخيزران بمدرسة حلب للمكفوفين. كان عندنا ضمن المرحلة ضمن الحصص الدراسية كان عندنا حصص نشاط من ضمنها الخيزران. أتقنت هاي الفترة أنا بفترة وجودي بالمدرسة، أتقنت هاي المهنة بشكل جيد. وبعد ما صارت الأحداث اللي الراهنة بسوريا وظروف الحرب انتقلت لمحافظة إدلب، تعرفت على شباب مكفوفين جدد بالإضافة للشباب القدماء. طرح علي فكرة التعليم صديقي محمد معتوق الله يجزيه الخير، قلت له أنا جاهز على هذا الموضوع. بدأنا على تدريبهم من حوالي 6 شهور بمشغل مستقل بدعم ذاتي، فكرة كانت منطلق شخصي يعني بحت. تم تنظيم المعرض في مدينة إدلب بدعم من منظمة شفق الخيرية للفت انتباه العالم إلى حقيقة أن المعوقين بصرياً أشخاص مبدعون يمكنهم القيام بكل شيء. المهن اليدوية اللي عندنا هي القش، السطرنج، كرة الجرس، هي كرة عالمية، ومن خلالها نتعرف وننشهر أكثر. هلا بيظنوا إنه المكفوف إنه يائس أو كذا في الحياة، لا ليس هو بيائس، بالعكس إنه هو يعمل بالحياة كذا عمل. 6 أشهر كانت كافية لأصحاب الهمم العالية لإثبات مهاراتهم وقدراتهم وتغيير صورة قد تكون نمطية عنهم لدى بعض الناس لكنها لا تمت للواقع بصلة. للحديث أكثر عن المعرض معنا عبر السكايب السيد وسيم أسعد، مدير مركز مكاني في منظمة شفق بإدلب. مساء الخير لك أستاذ أسعد. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. مساء النور. خلينا نعرف البداية، كيف كانت أصداء هذا المعرض؟ تمام. بداية بدي أوجه رسالة شكر كتير كبيرة لهؤلاء الأشخاص عبر قناتكم اللي هن أصحاب الهمم. نحن أسميناهم، ألغينا مصطلح الإعاقة، سميناهم أصحاب الهمم. حقيقة فكرة المعرض انطلقت من هؤلاء الأشخاص نفسهم لما طلبوا مننا أنه ندعمهم هاي المبادرة اللي هن قائمين فيها. انطلاقا من عملنا نحن في منظمة شفق كعاملين بالمجال الإنساني ودعم للمبادرات الشبابية خاصة والفئات المستضعفة أيضا، قمنا بتبني هذه المبادرة وتقديم الدعم الكامل لها. من عنوان المعرض صراحة كان الصدى ضخم جدا. تلقينا عدة تساؤلات من أصدقاء من وسائل إعلام عن هذا المعرض، هل هو صحيح هذا المعرض للأشخاص المكفوفين؟ فعلا الأشخاص المكفوفين عم بيشتغلوا أشغال يدوية وقادرين على الإنتاج. بدأ المعرض، كانت التهافت الناس على المعرض بشكل كتير كبير، اختلطت مشاعر الناس صراحة. في ناس كتير أجهشت بالبكاء أثناء حضور المعرض، في ناس كتير تغيرت نظرتها لهؤلاء الأشخاص، وهو الهدف الأساسي من المعرض أنه نوصل رسالة لهؤلاء الأشخاص. فعلا يعني حتى المشغولات أو الأشغال اللي شفناها كانت جميلة جدا. كم بلغ عدد المكفوفين المشاركين في المعرض؟
عدد المكفوفين المشاركين بالمعرض هن 6 أشخاص، 5 أشخاص متدربين والمدرب إبراهيم، الشخص اللي درب زملائه على مهنة صناعة القش. طبعا صناعة القش مهنة تتطلب دقة ومهارة عالية جدا، يعجز عنها مبصرين كتار. ما شاء الله عليهم، خلال فترة وجودهم عنا بالمركز على مدار شهرين استطاعوا أنهم يتقنوا هاي المهنة وينتجوا منتوجات رائعة جدا ودقيقة جدا ممكن الصناعة، ليوصلوا رسالة للعالم أجمع أنهم أشخاص قادرين على البذل، قادرين على العطاء. طيب جميل أستاذ وسيم هذا الكلام، ولكن هل سيتم بيع هذه المنتجات للاستفادة من سعرها مثلا؟ تمام، هل في هيك خطة المبادرة يعني؟ أيضا صحيح صحيح، في خطة لأنه تباع هاي المنتوجات ويعود سعر هاي المنتوجات المبلغ المباع للأشخاص نفسهم، لأنهم هن أيضا بحاجة، كلهم أصحاب أسر ولديهم مستلزمات حياة وبحاجة لتأمين الدعم من كل الناس وليس فقط أحد بعينه. جميل، طيب في أساليب معينة للتعامل مع المكفوفين من حيث التعليم أو التعلم حتى على موضوع التنقل وتفاصيل الحياة، هل في مختصين بهذه المجالات مثلا؟ تمام، حقيقة في شح كتير كبير بوسائل التعامل مع المكفوفين، أو خلينا نقول هاي الفئة من الناس تم تهميشها بسبب الظروف الأخيرة. حقيقة نحن كان لنا تجارب سابقة مع الأشخاص نفسهم، الأشخاص المكفوفين وغيرهم من ذوي الاحتياجات. هدول الأشخاص وغيرهم من ذوي الاحتياجات بسبب الظروف الأخيرة تم تهميش هاي الفئات في المجتمع، وبالتالي إن وجد الأشخاص المختصين يغيب الدعم، وأن وجد الدعم يغيب الأشخاص المختصين وهكذا. اشتغلنا سابقا السنة الماضية، أقمنا مهرجان رياضي لهؤلاء الأشخاص أسميناه أصحاب الهمم، كان هو تدريب على لعب كرة الجرس أيضا للمكفوفين. هذا العام أيضا قمنا برعاية مبادرة لهم اللي هي صناعة القش، هكذا ودواليك. ولكن صراحة الاحتياج بالنسبة لهؤلاء الأشخاص هو كتير كبير. شو هي الحاجيات أو النواقص اللي عم بيعاني منها المركز؟ تمام، مو المركز، هن الأشخاص هدول بحاجة لمؤسسة أو جمعية أو شخص يتبنى هدول الأشخاص، لأنه من كل النواحي هدول الأشخاص بحاجة للدعم المادي، بحاجة للدعم النفسي، بحاجة للدعم المعنوي، بحاجة لكافة أنواع الدعم. حقيقة الشعب الموجود في الشمال السوري كله بحاجة للدعم، فما بالك هاي الفئة من الأشخاص هم يعني أكثر حاجة يعني أكيد بحاجة. ألا يوجد جمعيات، جمعيات منظمات دولية تقدم لهم خدمات أو يعني ترعاهم؟ لحد الآن على حسب معلوماتي لا يوجد أي جهة تقدم الدعم لهؤلاء الأشخاص. بدأوا بمجهود فردي، انطلقوا بهاي المهنة بهذا التدريب بمجهود فردي، لحين نحن في منظمة شفاق قمنا برعاية هاي المبادرة لهم. بدنا نتمنى لكم التوفيق، وبدنا نتمنى التوفيق لهؤلاء الشباب، ونتمنى انه دائما يعني يرتبط عملهم بالمردود المادي لحتى مثل ما ذكرت يقدروا يعيشوا في تلك المناطق. وسيم اسعد، مدير مركز مكاني في منظمه شفق في ادلب، شكرا لك. اهلا وسهلا بكم، شكرا. شكرا لك. رح نروح نحن لفاصل قصير وبعده بنتابع باقي فقرات لم نشمل اليوم.